إدارة حماية الأسرة من أجل أسرة خالية من العنف، توفير خدمات أمنية متكاملة ومتميزة، والعمل التشاركي للحد من العنف وتحقيق الأمن والرفاهية الأسرية. من الخدمات التي تقدمها إدارة حماية الأسرة التحقيق في الاعتداء الجنسي، الخطف، الزنا، إفساد الرابطة الزوجية، استغلال الأطفال عبر الإنترنت، العنف الأسري، حيث يتم استقبال الحالة بكل سرية وخصوصية، ويتم مقابلة الضحايا الإناث داخل غرف مخصصة من قبل ضابطات شرطة نسائية متخصصات للحصول على المعلومات الكافية وتقديم الخدمة اللازمة.